خلينا بقى مع بعض نشوف ازاي نجيب ملف 3DS. احنا اشتغلنا على ال STL، نفس القصة هتكون مع الملف ال 3DS، بس خلينا نشوف حاجات تانية. New Model، بلغي ده كده، فايل امبورت 3D موديل. ده ملف ال 3DS، بقول اوبن كده. شايف هو المرة دي نزل لي فين؟ ده معناه ان البرنامج اللي خارج منه كان ده وضع الاوريجن بالنسبة للموديل. طيب اقرب شوية كده، لما يكون معاك تقيل كده الفايل ده اعرف ان الريزوليوشن بتاعه عالي، يعني هاي كواليتي. طيب اقلب كده عشان اعرف ظهره من وشه فين. تمام، ده الظهر اهو. بجيب الايزومتريك فيو كده. طبعا احنا اتفقنا ان انا عايز دلوقتي عايز اقلبه كده. تمام، يبقى اقلبه منين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ سامع واحد بيقول في الواي. اوكي، بس بدل ما هكتب الرقم هكتبه بالسالب. تمام، يبقى هقلب كده، هكتب ناقص 90 واقول ابلاي على طول كده. سنتر. على طول ابتدي اكبر 200. نزل تحت الاوريجن بسبعة ونص. سنتر. بيست. كلوز. ويبقى ده الملف بتاعي، الموديل بتاعي اهو. طبعا زي ما انت شايف الكواليتي بتاعته عالية شوية. طبعا الكواليتي والبكسلة في الموديل 3D بتأثر تماما، بتظهر على المكنة وما بلهاش شباب بتاع، عادة ما بيبقاش ليها اي علاج، فلما بستخدم بنقي الهاي كواليتي موديل. شايفين الاسطح كلها اهي ناعمة. تمام، طيب الموديل اصلا الكواليتي بتاعته عاليه. اوكي، شايف الريزوليوشن هنا ايه؟ 4000 4000 4000. اوكي، تعالى بقى نخرج ونعمل له ريزوليوشن بايظ كده، قليل يعني ضعيف. فايل كلوز، فايل نيو، قلل بقى ريزوليوشن كده عشان تعرف هيطلع الموديل عامل ازاي. نفس الاكس والواي. اوكي، 3D فايل امبورت 3D موديل. ده نفس الملف اهو. ناقص 90 في الواي. ابلاي. سنتر. هكبر 250%. ابلاي. طلع كبير مني شوية، اصغر مثلا اخليه 90. اوكي، سنتر علشان القيمة بتاعت الزد تظبط معايا.
واعمل بيست. لاحظ ان الموديل ما خدش وقت زي المره اللي فاتت، لان هو انت دلوقتي تتعامل مع موديل الكواليتي بتاعته اقل شويه. بص شايف ابتدت الايدجز عندي تتكسر ازاي، شايف كل ده، ده هيظهر معايا، شايف الايدجز دي باظت ازاي. تمام، الكواليتي بتاعت الموديل قلت، وبالتالي ده هيظهر معايا في المكان. نخرج. يبقى ده بس مجرد انه توضيح لان الشيت اللي انت هتعمله في الارت كام لازم يكون عالي علشان ما يبوظليش الموديل بتاعي. طيب نعمل حاجة تانية برضو، فايل كلوز، فايل نيو، نيو موديل، علي طبعا الريزوليوشن. اوكي، الريزوليوشن كل ما كان عالي في ال 3D كل ما كان الفايل تقيل، كل ما كان البرنامج بيبقى تقيل معاك، كل ما بتقلل في القيم ديت البرنامج بيبقى سريع والفايل نفسه بيبقى السايز بتاعه اقل. فايل امبورت 3D موديل، احنا اتفقنا احنا هناخد الفيرجن من الارت كام ده فيرجن 9، بيفتح اس تي ال كويس قوي وبيفتح 3 دي اس، وفي اكستنشنات تانية بس هم دول اللي احنا بنركز عليهم لان هم دول اكتر تداولا واللي موجودين. يعني بقى ادوس سنتر كده، هقلب الواي لايك كده سنتر. هكبر 200%، قبل ما اعمل بيست بقى ببص كده. طيب سنتر عشان يطلع فوق. طبعا انت شايف الموديل فين، ايه اللي يحصل لو انا قلبته مثلا في الواي 30 درجة. اوكي، طبعا ده غلط بس انا بوريك اللي ممكن يحصل او اللي انت ممكن تستفيد منه. سنتر عشان يطلع في الزد. لو انا عملت بيستنج بالمنظر ده ايه اللي هيحصل؟ طبعا الارت كام 3 اكس فمش هيشوف، مش هيشوف كل المساحه ديت وهيشوفها مقفوله، بمعنى لو انا عملت بيست بالمنظر ده كده هيقفل كل المساحة اللي ما بين الموديل، سطح الموديل في الزد لحد سطح الشيت بتاعي، هيجيب لي دي بلوك مصمطة كده. بص كلوز، خد بالك ان انت ممكن تكون محتاج ده، طبعا بيبقى احتياجات خاصة جدا لكن معاك الامكانية. شايف الموديل نزل عامل ازاي؟ وبكده يبقى احنا شرحنا ازاي تجيب ملف 3DS او STL وتدخله جوه الارتكام. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون ازاي تخرج الريليف بتاعك او الشغل ال 3D من الارتكام لاي برنامج تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.